السلام عليكم، حياكم أصدقائي في برنامجنا تحدي ابحث عن فضولي. في كل حلقة من حلقات برنامجنا بنستضيف معاكم متسابقين اثنين وبيحاولون تخطي ثلاثة تحديات، وهي أول تحدي قفزة الشجعان، وثاني تحدي الركلة الآلية، أما عن آخر تحدي فهو حائط الانتصار، وكلها بيكون في 10 دقائق بس عشان يفوزون جوائز قيمة مقدمة من سكتشرز. أنا عن نفسي وايد متحمسة أشوف هل بيقدرون يفوزون ولا لا. خلينا مع بعض نستضيف المتسابق الأول. نسايم البطلة، أو مثل ما يسمونها سوبر نسومة، بطلة عمرها 10 سنوات، وهي سريعة بسرعة الفهد في الجري وسباحة ماهرة. هل بتقدر تتخطى فضولي وتفوز اليوم قبل ما ينتهي الوقت؟ خلونا نشوف. الحين أصدقائي معانا المتسابقة الأولى. أهلا نسايم، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. جاهزة اليوم علشان تخوضين 3 تحديات، وعندك بس 10 دقائق علشان تفوزين على فضولي. هي عادي، أنا يسموني سوبر نسومة وبفوز على فضولي حتى لو ب10 دقائق، لأن لياقتي وايد عالية وأنا وايد شجاعة وباخذ كل هداياك. ما أظني أن سوبر نسومة قوية لهالدرجة علشان تفوز على فضولي. أقول لك أنا شجاعة، أنا وايد متحمسة لهذا التحدي، أنا بفوز عليك يا فضولي. فضولي بتفوز عليك. خلونا نشوف من اللي بيفوز. الحين سوبر نسومة، شفتك غيرتي شعرك وحطيتي جوبرو، جاهزة إنك تتخطين التحدي؟ هي وايد جاهزة ونسبة حماسي وايد عالية. خلونا نشوف لو بتقدرين ولا لا. في هذا التحدي لازم تنطين فوق الحواجز وتتخطين المشاكس فضولي، لكن أنا ما أوعدك إني أعرف وين بيكون فضولي، لأن فضولي بيكون لك بالمرصاد. الصراحة واضح أن التحدي وايد صعب، بس أنا إن شاء الله بقدر أتعداه بسبب لياقتي حتى لو ما أعرف وين مكان فضولي. خلونا نشوف لو سوبر نسومة بتقدر تتخطى فضولي ولا لا. الحين بنبدأ التحدي الأول. سوبر نسومة جاهزة؟ انطلقي. عدت أول حاجز بسهولة. هذه كيف بعديها؟ زين عندي فكرة. وثاني حاجز، ثالث حاجز وايد كبير، تتوقعون بتعديه؟ طلعت فوق الحاجز. طلع لها فضولي، هل بتقدر تسويها سوبر نسوم؟ فضولي ياتي حاصرها. يس، فزت. واو، شو هالاداء وشو هاللياقه يا بطل نسومه، كيف قدرتي تتخطين فضولي؟ الحمد لله قدرت اتخطى فضولي، وانا كنت قاعده انقص طلع لي فضولي فجاه، بس الحمد لله قدرت اتخطى فضولي. وعندك وايد سرعه في البديهه، وبعد تخطيتي الحواجز بسرعه مو طبيعيه. جاهزه نروح للتحدي الثاني؟ هي وايد جاهزه، وايد متحمسه. خلونا الحين ننتقل للتحدي الثاني. وصلنا للتحدي الثاني. نسايم، في هذا التحدي واللي هو الركلة الآلية، فضولي وكل هذا الرجل الآلي إنه يلعوزك ويخليك ما تقدرين تدخلين الجول. هل أنت مستعدة؟ أنا دائماً مستعدة، وحتى لو فضولي وكل العالم كله أنا دائماً بفوز. أنا يسموني نسومة الشجاعة، فأكيد بفوز. ولا تنسين إن وقتك محدود ولازم تدخلين جول علشان تنتقلين للتحدي الثالث. جاهزة؟ أنا دائماً جاهزة. والحين يا وقت بداية التحدي الثاني. جاهزة يا سوبر نسوم؟ هي وايد جاهزة. ابدئي. ياسة تفكر وين بتشوت الكرة؟ تتوقعون بتجيب جول؟ أوه ما جابتها أول محاولة. بجرب مرة ثانية، يا رب أقدر. نسايم، ياسة تحاول محاولات عدة، لكن هل بتجيبها؟ خلونا نشوف مع بعض هذه المحاولة. أوه ما جابتها للأسف. روعة! كيف كان التحدي وكيف اخترتي تجتازينه؟
للصراحة كان التحدي وايد صعب، جربت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وكان دائما الروبوت يتغلب علي لحد ما كنت بستسلم. بعدها جربت ودخل الجول في مكانه. أنت صدق بطلة بمعنى الكلمة، وتمين تمارسين التحدي لين ما تفوزين فيه، لكن خلينا نشوف مهاراتك هذه كيف بتفيدك في التحدي الثالث. وصلنا للتحدي الأخير، نسايم هذا هو تحدي حائط الانتصار، هل بتقدرين تنتصرين عليه وعلى فضولي؟ هي أنا بقدر أنتصر عليه وعلى فضولي، أنا أقوى منهم، يسموني السوبر نسومة. الصراحة وايد حمستيني معاك، وأبا أشوف هل بتفوزين ولا لا، لكن قبل خلي أشرح لك عن التحدي. لازم في هذا التحدي تتسلقين بأسرع وأقوى ما عندك، وتشيلين راس فضولي اللي معلق فوق، وبعدين تنزلين وتكونين خلصتي ثلاثة تحديات، لكن مو بهالسهولة، لأن فضولي بيكون موجود وبيحاول يلعوزك ويخسرك وبيرمي عليك الإسفنج، فهل بتقدرين ولا ما بتقدرين؟ هي أقدر وبفوز على فضولي بالتحدي، خلصت تحديين وبخلص الثالث. خلونا نشوف مع بعض. أصدقائي يا وقت بداية التحدي الثالث، نسوم البطلة مستعدة؟ هي أنا مستعدة، انطلقي. بداية قوية، مسكت الحمل. فضولي لا تخرب علي. فضولي يا سي حاولي طيحها. بعدت عنه. شكله فضولي ما يباح تفوز في التحدي الثالث. قربت وايد. باقي لها شوي. يا سي تحاول بس مو بقادرة. أخيرا مسكت راس فضولي. أخذت الراس. ونسايم فازت معانا في الثلاث تحديات. بس جبت راس فضولي. عندنا بطل اليوم سوبر نسوم، كيف كان التحدي يا نسايم؟ الصراحة كان وايد صعب، بس الحمد لله قدرت أجتازه. كان لازم أتسلق وباستخدام الحبل وهذه الأشياء وأجيب راس فضولي. عندك لياقة بدنية وايد عالية، الحين خبرينا شو شعورك إنك فزتي على فضولي في ثلاثة تحديات مختلفة؟ الصراحة كان كل تحدي أصعب من الثاني، بس أنا أقدر أسويها ويسموني سوبر نسوم. أحسنتي يا نسايم، الحين خلونا نشوف المتسابق الثاني. فضولي، الحين الحمار الوحشي لونه أسود ومخطط أبيض ولا أبيض ومخطط أسود؟ خلينا نسأل الأصدقاء. الحمار الوحشي أبيض مخطط أسود. أبيض مخطط أسود عشان تشوف الأبيض والأسود مخططين، فبتقول أول أبيض عشان الأبيض من آخر الجسم الحمار الوحشي. الحمار الوحشي أبيض مخطط أسود لأنه من خشمه أبيض بعدين أسود، ويكون مثل الشيء دور ويكون مثل اللون، لأن من الخشم للأبيض أبيض أسود أبيض أسود أبيض أسود مثل الشيء. أسود مخطط أبيض، يبدأون من الخشم، فالخشم لونه أسود بعدين يكمل أبيض، ذونه تبدأ من أسود بعدين أبيض أسود أبيض، فعشان تختارت الإجابة أسود مخطط أبيض. أبيض مخطط أسود الله خلقه. الصراحة إجابات الأطفال خارجة عن الصندوق، بس أنا دورت والإجابة هي إن الحمار الوحشي لونه أسود ومخطط أبيض، علشان طبقة الميلانين تكثر في الأماكن اللي لونها أسود وتقل في الأماكن اللي لونها أبيض. حامد البطل حارس مرمى محترف بعمر 11 سنة
يعشق الكرة وهو بطل التصدي للركلات الشهيرة، يحب يفوز في كل تحدي، فهل بيقدر يفوز على فضولي ويتخطاه اليوم؟ خلونا نشوف. والحين أصدقائي مع المتسابق الثاني. أهلا حامد، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. عرفنا عن نفسك. أنا اسمي حامد النينجا، عمري 12 سنة، واليوم إن شاء الله بفوز على فضولي في كل التحديات. أوكي يا حامد النينجا، اليوم لازم تتحدى فضولي وساعته زمنية في 3 تحديات مختلفة، والصعب في الموضوع إن عندك بس 10 دقايق. قدها ولا مو قدها؟ قدها أكيد. واضح الحماس من بينهم. الحين خلونا نشوف التحدي الأول. يا وقت التحدي الأول، شو يا حامد، شفتك حطيت جو برو وجهزت، مستعد للتحدي؟ أكيد مستعد. وتحس إنك بتفوز في التحدي؟ أكيد بفوز. في هذا التحدي لازم إنك تنط فوق الحواجز بأسرع ما عندك، ولازم إنك تتخطى فضولي، لكن أنا ما أوعدك إني أعرف متى بيطلع لك فضولي، لأن فضولي بيكون لك بالمرصاد، فهل بتقدر ولا ما بتقدر؟ أكيد بقدر، بس أحسك خايف من فضولي شوي. لا مش خايف منه، إن شاء الله بجتازه. خلينا نشوف لو بيقدر يجتازه ولا ما بيقدر. يا وقت بداية التحدي الأول، جاهز يا حامد؟ أيوة جاهز. انطلق. يلا بسم الله. أنا بين عليها صعبة شوي، حاول نقول بسم الله. عد الحاجز الأول بسهولة. الحمد لله اشتغلت. يس ركز على هذي. أوه ياتي، فكر بخطة. أحاول مرة ثانية إن شاء الله أفوز. والحاجز الثاني أيضا. ثانية. هذا الحاجز وايد كبير. يلا فوز. فضولي بحاول يحصل بسنة يكون له المصاد. قدر حامد إنه يطلع فوقه. بسم الله. باقي له آخر حاجز. أقدر أسويها. وطلع فوقه. شوفوا فضولي طلع له. حامد. حامد خلص التحدي. واو يا حامد النينجا، كيف كان التحدي؟ سهل بس لكن كانت الحواجز تحاول تعرقل علي، وفضولي يحاول يحاصرني عشان ما يجتاز التحدي. وكيف اجتزت فضولي؟ روقته. احسنت يا حامد. الحين خلونا نشوف شو بيسوي في التحدي الثاني. وصلنا للتحدي الثاني. حامد النينجا، بدعت في التحدي الاول، هل بتقدر تبدع في هذا التحدي؟ اكيد ببدع. في هذا التحدي لازم انك تدخل هذه الكره في هذا المرمى، لكن فضولي وكل هذا الرجل الآلي إنه يلعوز ويخليك ما تقدر تدخل الكرة، فهل مهاراتك الكروية تسمح لك إنك تتغلب عليه؟ أكيد، أنا أحب الكرة وايد وعندي مهارات في الكرة، وأنا حارس مرمى. حمسني معك، جاهز؟ أكيد جاهز. خلونا نشوف لو بيقدر ولا ما بيقدر. وقت بداية التحدي الثاني، جاهز يا حامد؟ أكيد جاهز. انطلق. أول محاولة ما يابها. حامد فاز في التحدي الثاني. خبرنا يا حامد، كيف تغلبت على الرجل الآلي وفزت في تحدي الركلة الآلية؟ في البداية حاولت محاولات كثيرة، بس يعني ضيعت فرص وضيعت وقت، بس الحمد لله اني فزت. اهم شيء في النهاية انك فزت. خلونا نشوف شو بيسوي في التحدي الثالث. أصدقائي المشاهدين، وصلنا للتحدي النهائي. هذا هو تحدي حائط الانتصار، وهل بتقدر يا حامد انك تنتصر عليه وعلى فضولي؟ اكيد بقدر. تحمست. الحين خليني اخبرك شو بتسوي في هذا التحدي. في هذا التحدي لازم تتسلق باسرع واقوى ما عندك، وتشيل راس فضولي المعلق فوق، وبعدين تنزل، وبشي تكون فزت في 3 تحديات وتغلبت على فضولي. يا رب ان شاء الله افوز. خلونا نشوف لو بيقدر ولا ما بيقدر. الحين يا وقت التحدي الاخير اللي بيحدد هل حامد بيفوز ولا بيخسر ضد فضولي. جاهز يا حامد؟ اكيد جاهز. يلا انطلق. مسك الحبل. وناس ما تشوفون فضولي ما يبغى يفوز. لازم حامد يحصل درب ثاني علشان يفوز. اخيرا قدر انه يصعد على الدرجه الثانيه. رد نزل مره ثانيه. جالس يقرب اكثر واكثر لراس فضولي.
جالس يحاول يطلع لكن المكعبات الإسفنجية كثيرة. وحمد فاز معانا في ثلاث التحديات. شو شعورك إنك فزت على فضولي في ثلاثة تحديات وتغلبت على ساعته الزمنية؟ فخور جدا إني سويت هذا الشيء، وإحنا بعد فخورين فيك، ولا تنسى إن لك جوائز قيمة، ونشوفك إن شاء الله في المسابقات الجاية. إن شاء الله. حلقة اليوم كانت حلقة كلها تحدي وقوة مع الأبطال سوبر نسومة وحامد النينجا في مواجهة المشاكس فضولي اللي كان مجهز لهم تحديات صعبة وقوية، بداية مع قفزة الشجعان اللي حمسونا فيه لقفزاتهم العالية، وشفنا مهاراتهم الكروية في تحدي الركلة الآلية، وأخيرا أبهرونا بشدة تحملهم في حائط القوة. سايم وحامد نجحوا وبجدارة في تحدي البحث عن فضولي. وصلنا معاكم أصدقائي إلى نهاية حلقتنا اليوم، وعشنا معاكم لحظات وايد حماسية، والصراحة كنت على أعصابي لأن ليفل الحماس كان فل. نلتقي معاكم إن شاء الله حلقات جديدة وتحديات فريدة، ولا تنسون تابعونا عبر منصات عالم ماجد، وكونوا على الموعد. مع السلامة.